كلمة والميكروفون للزميل محمد بن عايض العتيبي. شكرا شجاع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين. أسعد الله مساءكم مشاهدين الكرام متابعينا في كل مكان. نرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب في مساء رموز هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. تنطلق منافسات سن الإجذاع في خامس أيام هذا المهرجان، منافسات شعارات أبناء القبائل الحاضرة هنا على أرضية ميدان الشحانية. على بركة الله تعلن انطلاقة رابع أشواط أمسيتنا، شوط الخنجر، خنجر القعدان العمانيات زائد المليون ريال قطري للفائز بالمركز الأول. نسير مع هذه الأسماء، نتابع هذه الشعارات الحاضرة هنا على أرضية الميدان. أتابع قناص من يبدأ بالصدارة، من يبدأ في أول المراكز لراشد بن سالم بن محمد بن علي بن دوحة، من يتقدم، من ينطلق بالبداية. بينما أتابع من الجانب الآخر القادم صياد عوض بن خويتم بن بخيت بن خويتم العامري يتقدم مع ثاني المراكز. بينما أتابع الوصول من الصارم جابر بن صالح بن محمد بن نصر العامري يتقدم في هذه اللحظات. بينما أتابع من الجانب الآخر وصول من عونك محمد بن بخيت بن ناصر النوبي العامري القادم في هذه اللحظات. بينما أتابع مبعد القادم مع خامس المراكز سعيد بن مظفر بن محمد بن خموشة العامري. هذه الأسماء، هذه التحديات الأولى وندائنا الأول لمراكزنا المتقدمة في شوط الخنجر في خنجر العمانيات. الله يا التحديات، الله يا الأسماء الحاضرة والمرشحة والعانية إلى ميدان الشحانية. نرحب بأبناء الخليج، بأبناء الخليج الحاضرين هنا على أرضية ميدان الشحانية. أعود مع الصدارة. الله يا بن دوحة، الله يا بن دوحة الحاضر مع قناص يريد أن يقنص الخنجر. الله يا بن دوحة يتقدم هنا، يقدم لنا قناص راشد بن سالم بن محمد بن علي بن دوحة مع البداية والصدارة. بينما أتابع شعار بن نصر، بن نصر القادم مع الصارم، الصارم يتقدم بشعار جابر بن صالح بن محمد بن نصر العامري القادم في هذه اللحظات. ولكن الأسماء، شوف القادم، شوف الأسماء، الهجوم الذي بدأ مبكرا في هذه اللحظات. أتابع التغيير من الجانب الآخر هناك والتقدم. الله يا الوصول، وصل مرهي صالح بن محمد بن صالح بن نصر العامري. بن نصر قادم يقدم لنا اسمين، يريد الخنجر، يريد خطف هذا الخنجر الغالي. بينما أتابع الوصول هنا والقادم مشاهدينا الكرام، عونك عونك بن نوبي يصل، يتقدم مع عونك محمد بن بخيت بن ناصر النوبي العامري. الله يا الأسماء، الله يا القادم. أتابع هذه الشعارات، أتابع الأسماء القادمة في هذه اللحظات. الله 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 يا التحدي، الله يا الانطلاق مشاهدينا الكرام. أتابع أتابع منافساتي سن الإجذاع في خنجر العمانيات في تحدياتي هذا المساء. أعود إلى بن نصر، بن نصر مع مرهي على المركز الأول، مرهي على الصدارة، صالح بن محمد بن صالح بن نصر العامري من ينطلق على البداية. بينما أتابع من الجانب الآخر هناك شعار بن خموشة. الله القادم مع عونك يتقدم في هذه اللحظات. هناك من الجانب الآخر
وتابع ثاني المراكز عورك محمد بن بخيت بن ناصر النوبي العامري، بينما وتابع مكرم يصل الخزع بن محمد بن قرين بن علي العامري يتقدم في هذه اللحظات ينضم إلى دائرة المنافسة. ولكن عجيب عجيب القادم مع رابع المراكز خليفة بن جمعة بن عتيق بن جمعة الرميثي يصل في هذه اللحظات. هناك من الجانب الآخر وصل ثاير، وصل أشعار محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي، الله الله، وأيضا وصول من نسناس محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان باسمين، قادم بن مرخان الصعب قادم. والله الشوط صعب، والله الشوط صعب، شوط العمانيات. نعود هناك مع البداية، مع الصراع، مع الانطلاق، مع التحدي. مكرم مكرم يغير يغير على حساب الجميع، الخزع بن محمد بن قرين بن علي العامري هنا مع الانطلاق مع التحدي، الله يا العامري، هنا مع هذه البداية وانطلاقة مكرم. بينما أتابع مرهي مرهي بن نصر بن نصر القادم، صالح بن محمد بن صالح بن نصر العامري القادم مع ثاني المراكز، وهناك عونك محمد بن بخيت بن ناصر النوبي العامري القادم مع ثالث المراكز، ووصول هناك مع رابع المراكز عجيب خليفة بن جمعة بن عتيق بن جمعة الرميثي الصعب قادم. هناك يقدم نسناس محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي، والاسم القادم وصل شعار الجنرال، وصل شعار الجنرال القادم في هذه اللحظات، شعار اليرموك القادم في هذه اللحظات، الصنع عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، وصل الشهواني، وصلت الى اسماء المرشحة والقوية في هذا الشوط. ولكن اعود مكرم مكرم الى هذه اللحظات، مكرم مع خنجر خنجر العمانيات، الله، بدانا بدانا بالاقتراب، الخزع بن محمد بن قرين العامري هنا مع مكرم، ولكن بالنصرة بالنصرة القادم. وتابع ايضا الجنرال، وصل الصنع، وصل الصنع عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني القادم في هذه اللحظات، شعار الجنرال سعيد بن راشد الزعبي في التضمير، من يقدم لنا الصنع غير على الصدارة، شعار اليرموك، شعار اليرموك، الله الله، الخنجر شحانية، الخنجر شحانية إلى هذه اللحظات، الله يا الشهواني، الله يا الشهواني، بالنصرة بالنصرة قادم، مرهي صالح بن محمد بن صالح بالنصرة العامري القادم مع هذه اللحظات. ولكن أتابع أتابع الوصول، عونك عونك عونك، والصعب قادم، الخنجر الخنجر، الله الله الله، ولكن أعود مع الصنع، شعار اليرموك، بالنصرة قادم بالنصرة قادم، يشكل الخطر مع مرهي، ولكن الصنع الصنع، الجنرال الجنرال هنا مع الانطلاق مع التحدي، الله الله، الصنع خنجر العمانيات، شحاني شحاني لهذه اللحظات، عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني بقيادة سعيد بن راشد الزعبي، خنجر العمانيات القعدان هنا يمسي يمسي في الشحانية، الرمز الثاني الرمز الثاني، مشكور مشكور يا الجنرال، مشكور من قدم لنا هذا الشعار، شعار الجنرال، الصنع عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني مع خنجر خنجر العمانيات يبقى في الشحانية، مشكور يا الزعبي سعيد بن راشد الزعبي، من قدم لنا الصنع في هذا الشوط. ثاني المراكز وصل مشاهدينا الكرام، مرهي لصالح بن محمد بن صالح بن نصر العامري، ثالث المراكز وصل شاهين حمد بن محمد بن سهيل العامري، رابع المراكز كان الوصول من عونك محمد بن بخيت بن ناصر النوبي العامري، وخامس المراكز وصل نسناس محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي. هكذا كانت النتيجة، هكذا كان شوط الخنجر خنجر العمانيات، أمسى في الشحانية بعد أن خطفت اليرموك خنجر أو شلف العمانيات،
يبقى هنا في الشحانية بشعار الشهواني بشعار الجنرال من قدم لنا الصنع عبد الهادي من خليل بن منصور الشهواني، يحضر دائما بشعاره المميز، يحضر بالرموز الغالية ليحققها بشعاره المميز. كان حضورا مميزا مع الصنع في هذا الشوط. التوقيت الزمني، التوقيت الأفضل يسجل إلى هذه اللحظات في هذا المساء. دائما هذا الشعار يحضر لنا بهذه النوعيات القوية. 8 دقائق 52 ثانية، 46 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجنرال عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني على انتزاع خنجر العمانيات، ومسجلا هذا التوقيت الأفضل في هذا المساء إلى هذه اللحظات. المركز الثاني وصل مرهي ب8 دقائق 53 ثانية، 14 جزء من الثانية. التهنية لصالح بن محمد بن صالح بن نصر العامري، قدم أداء يشكر عليه. بينما وصل في ثالث المراكز شاهين من حضر أيضا في اللحظات الأخيرة ب8 دقائق 54 ثانية، جزئين من الثانية. التهنية لحمد بن محمد بن سهيل العامري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام لرابع رموز هذا المساء، رموزنا الغالية مستمرة. شوط شلفة الانتاج، الشوط الخامس على الاستعداد والانتاج.